مرحبا بكم متابعي قناة اليوتيوبر التونسي في فيديو جديد يهم مطرش والميركاتو الحالي للفريق اللي قاعد ينشط على أكثر من وجه تدعيم صفوفه بانتدابات مدروسة وقيمة. إذا تحبوا تعرفوا أكثر التفاصيل ما تبعدوش فاصل قصير ونرجع. الخبر الأول هو إمكانية انتقال الدولي التونسي بسام إسرار في لطرش. صاحب 23 سنة ينشط حاليا في الدوري البلجيكي معار من فريق نيس الفرنسي، حيث ذكرت مصادر صحفية أن مسؤول فارس الترجي اجتمع باللاعب وطرح عليه عقد مقابل مادي مرتفع. وانطلقت مفاوضات الترجي مع اللاعب منذ شتاء الفارق، لكن الصفقة تعطلت بسبب تشبث اللاعب باللعب في أوروبا. خبر للمتع. نبقى مع أخبار فريق بسويقة. ذكرت تقارير صحفية مغربية عن اهتمام الترجي بلاعب الرجاء الحالي محسن مدول. صاحب 34 سنة قاد الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية، وسبق المتولي احتراف الخليج. فما مدى صحة الخبر؟ هذا ما سنعرفه في الأيام القادمة. باش نختموا حلقة اليوم باقتراب الترجي من خطف الموهبة التونسية الصاعدة لفريق أفسيتون السويسري نصير بطبول. يعتبر اللاعب صاحب 19 سنة من الاكتشافات البارزة، وسبق أنه تقمص قميص المنتخب التونسي للأواسط. ويعتبر اللاعب محل اهتمام عديد الأندية مثل نادي لوزان السويسري وفريق أجاكسيو الفرنسي، لكن يبدو أن الترجي الأقرب لضم اللاعب في الفترة الصيفية بعد ما اقترح عليه عقد بأربع مواسم مقابل مبلغ مادي يصل إلى 400,000 يورو. هكا نكونوا كملنا اليوم. إذا عجبكم الفيديو اشتراك ولايك باش تشجعونا على تقديم المزيد. شكرا وإلى اللقاء. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.